السلام عليكم، أهلا وسهلا بالجميع في الدرس السابع من سلسلة دروس تعلم برمجة صفحات الإنترنت باستخدام لغة الـ ASP دوت نت MVC، واللي رايحين نحكي فيه مقدمة عن الـ Action Method اللي نكتبها داخل مشاريع الـ ASP دوت نت MVC من خلال ذكر بعض النقاط الرئيسية المتعلقة بهذا الموضوع، وهي على هاي الشكل. بداية، لما أجي أحكي إيش هو الـ Action Method، الاكشن ميثود هو كل بابليك ميثود داخل الكلاس كنترولر، هذا احنا بنسميه اكشن ميثود. فحتى نحكي انه هذا الميثود داخل الكلاس هو عبارة عن اكشن ميثود، لازم نطبق عليه 3 شروط رئيسية. الشرط الاول لازم يكون بابليك، يعني لا يكون لا بروتكتد ولا يكون برايفت، اجباري يكون بابليك، هذا بالنسبة للشرط الاول. الشرط الثاني انه لازم ما يكون overloaded، والمقصود بالoverloaded هو عبارة عن 2 ميثود لهم نفس الاسم داخل الكلاس لكن اختلفوا في البارامترز، مصطلح في الاوبجكت اورينتد. والنقطة الثالثة لازم ما يكون static method. 3 مصطلحات رئيسية: public cannot be overloaded و cannot be static method. حتى نشوف هذا الحكي بمثال عملي، بنروح على مشروعنا اللي أنشأناه في الدرس السابق إذا بتذكروه، هو عبارة عن ASP MVC Project، ومن خلاله أنشأنا 2 controllers، واحد اسمه Home Controller والثاني اسمه Student Controller. نروح على Home Controller. إذا بدي أجي أحكي وين الـ Action Method، فالـ Action Method هو كل Public Method، فالIndex يعتبر Action Method، والAbout هو Action Method، والكونتاكت هو عبارة عن اكشن ميثود، وثلاثتهم من نوع بابليك. هذا بالنسبة للشرط الأول. طيب، حتى على سبيل المثال آخذ كإكزامبل أباوت، وبدي أجي أعمل له إكسكيوشن، نعمل له رن. نصبر عليه شوي. حتى استدعي اللي هو الاكشن ميثود اباوت، بنروح على الاسم كنترولر اللي موجود في الميثود، فالاباوت موجود بالهوم كنترولر، فبنروح على سلاش هوم سلاش اسم الاكشن ميثود اللي هو اباوت، فبيعمل عملية فيو لصفحة الاباوت. هاي بالنسبة لتنفيذ الاباوت اكشن ميثود. طيب، هلا لو افترضنا انه بدل الاباوت بابليك حطيناه برايفت، شو اللي بصير؟ بيجي بنعمل رن، بنروح من نفذه مرة ثانية من خلال سلاش هوم سلاش اباوت، نكبس انتر، بحكي لي the resource cannot be found، وكأنه ما شاف action method اسمه about، والسبب انه ال action method اللي اسمه about هو private، وكأنه ال action صار hidden على ال URL. فحكينا اول قاعدة من قواعد ال action method لازم يكون public action method. هاي بالنسبة للنقطة الأولى. هلا بالنسبة للنقطة الثانية اللي حكينا عنها، انه لازم ما يكون overloaded، بمعنى انه انا عندي الـ action method about، انا بدي اكرره مرتين. المرة الاولى about، طبعا اذا تكرر بهذا الشكل راح يعطيني error، لازم اميز بيناتهم. فعلى سبيل المثال لو حكينا int الـ count، راح تلاحظوا انه الـ error اختفى، فصار عندي 2 ميثود لهم نفس الاسم اختلفوا بالبارامتر. هذا مصطلح احنا بنسميه overloaded، وهو متعارف بالobject oriented programming بهذا الشكل. هلا القاعدة الثانية بتحكي لك لازم ما يكون overloaded. حتى نشوف هذا الحكي من خلال تنفيذ البرنامج، نعمل start ونستدعي الاباوت.
سلاش هوم سلاش اباوت اعطاني هذا الايرور، فبيحكي لي انا في عندي اثنين اباوت، اباوت فاضي وفي عندي اباوت بداخله انتجر، وهو محتار بانه واحد ينفذ. فالفكره الثانيه انه لازم ما يكون اوفر لودد، عفوا. هاي بالنسبه للنقطه الثانيه، فلازم كل ميثود يحتوي على اسم واحد لغايه ما ناخذ ال HTTP verb اللي راح نحكي عنه في الدروس القادمه ان شاء الله، ونحكي عن شيء مصطلح اسمه get ومصطلح اسمه post في حاله الاوفرلودد. طيب هاي بالنسبه للنقطه الثانيه. النقطه الثالثه حكى لي لازم ما يكون الميثود static، فلو حكينا على سبيل المثال static واجينا نعمل run راح يعطيني ايرور، وسبب الايرور لازم يحكي لي انه الاكشن ميثود لازم يكون نون ستاتيك. فهاي بالنسبة للثلاث نقاط الرئيسية اللي حكينا عنها، انه لازم يكون بابليك، لازم ما يكون اوفرلودد، ولازم ما يكون ستاتيك. ثلاث قواعد لكتابة اكشن ميثود داخل الكنترولر. بتمنى يكون درس اليوم واضح. شكرا على حسن استماعكم، والى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.